ثم ليس المقصود من إنكار مولد نقص في حب النبي عليه الصلاة والسلام، لا، بل هو أحب إلينا وإلى أهل السنة من آبائهم وأمهاتهم وأنفسهم عليه الصلاة والسلام، حتى قال عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده وولده الناس والمليك. وقال عمر ورثان: يا رسول الله، لأنت أحب إلي كله إلى النفس. قال: يا عمر، لا، حتى أكون أحب إليه من نفسه. فقال: أنت أحب إلي كل شيء حتى من نفسه. قال: أنا يا عمر. فأهل السنة يؤمنون بأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل شيء بعد الله، فأحب شيء إلى أهل السنة الله وحده جل وعلا، ثم النبي صلى الله عليه وسلم هو أحب الناس إليهم فوق محبة النفس والمال والولد، ثم الأنبياء وبعد عليه الصلاة والسلام، ونحن على ذلك، نحن على طريقهم. نشهد الله أنه أحب إلينا من كل شيء بعد الله، نشهد الله أنه أحب إلينا من أنفسنا، قال والدنا وأولادنا وكل شيء، والله لو أنه شرع ذلك لشرع إليه ودعونا إليه عليه الصلاة، والله لو شرع ذلك لدعونا إليه ولشرعنا إليه وكتبنا فيه الكتابات، ولكنه ما شرع ذلك ولا فعله ولا فعله أصحابه.